الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد، تكريم ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة. جوال 0505-857-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00-966-555-877. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيد ولكن الأقدم. خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد، تكريم ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة. جوال 0505-857-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00-966-555-877. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيد ولكن الأكثر. خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد، تكريم ترقية نقل، كتابة الكلمات العامة والخاصة. جوال 0505-857-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00-966-555-877. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00-966-555-877. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد
107. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم. خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرع. لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزبات والشيلات، شيلات الفرع، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقل، وكتابة الكلمات.
مواليد ملك تخرج مدح تراحيب تقاعد تكريم ترقية نقد وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 0505857737 أو من خارج المملكة.